بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله في الفيديو كليب ده هو مجموعة من الفيديو كليبس اللي هنتكلم فيها على مقدمة لتصميم السدود، التصميم الهيدروليكي طبعا للسدود. هنتكلم النهاردة في الفيديو ده على ازاي نعمل انيشال سايزنج للايه السد باستخدام برنامج WMS. ففي الحلقة دي هنغطي الموضوعات التالية: رقم واحد، ازاي اعمل اكسبلوريشن للارتفاعات المتوقعه، يعني الرنجم بتاع السدود المتوقع للسد بتاعي عند مخرج معين من مخارج الاوديه مثلا. رقم اتنين، عايزين نعرف ازاي نحدد المساحه بتاعه البحيره بتاعه السد، ويعني مساحه الارض اللي هتغرق نتيجه انشاء السد عند مكان معين، وايه علاقة المساحة دي بارتفاع السد. بعد كده عايزين نتكلم على ازاي نجيب او نتوقع عرض السد المطلوب ان احنا ننشئه في هذا المخرج بتاع الوادي مثلا. وبعدين عايزين نجيب العلاقة ما بين الاليفيشن والستوريج كيرب. عايزين كمان نجيب العلاقة ما بين الاليفيشن بتاع المية طبعا والاريا كيرب بتاع البحيرة. وبعدين عايزين نعمل انيشال جيسنج للارتفاع السد. تعالوا مع بعض نمشي كده خطوه خطوه ونشوف ازاي هنجاوب على الاسئله دي كلها ازاي. فانا نبدا بايه، ان احنا نحاول نحل مساله. فمثلا عندنا المساله دي بتقول ايه، ان في عندي كاتشمنت، والكاتشمنت ده زي ما انتم شايفين اهو عملت له اوريدي ديليميشن باستخدام ال WMS. اللي ما يعرفش ازاي يعمل ديليميشن بقى يراجع الفيديو كليب اللي بيتكلم على ازاي نعمل ديليميشن باستخدام ال WMS او باستخدام كيو جي اس زي ما عملنا قبل كده. بعد ما عملنا الدينيشن لقينا ان الكاشن ده المساحه بتاعته في حدود حوالي 24 كيلو متر مربع، وان مخرج الوادي هنا زي ما احنا شايفين هنا الكاتشمنت اوت، والبيزن ده معرض ل انيوال افريج اريال رينفول قيمته حوالي 200 ملي. ازاي بالمعلومات اللي موجوده عندنا دي بقى ازاي نحاول نعمل انيشال سايزنج لايه للسد عند هذا الاوتلت؟ ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. جميل، فنمشي خطوه خطوه كده. خطوه رقم واحد، عايزين نعرف ايه هو الرينج المتوقع او المسموح به او المتاح عند هذا الموقع، عند هذا المخرج للايه للسد، يعني الاتش بتاعتي تتراوح من كام لكام في هذا المكان. علشان نعمل الكلام ده تعالوا مع بعض بقى ايه نروح لايه لبرنامج ال WMS. هنسويتش دلوقتي كده على WMS. ادي WMS بتاعنا، وادي عندنا ايه البيزن بتاعي والديجيتال اليفيشن موديل وعمل له ديليشن، وادي ايه الاوتلت. جميل، فاول حاجه نعملها تعالوا بقى مع بعض بقى نروح ايه نروح اول حاجه على الديجيتال اليفيشن. رحت على الديجيتال اليفيشن موديل اهو. اول ما اعمل كده بصوا، واحنا بتحرك بقى على الديجيتال اليفيشن موديل هتبص تلاقي هنا في ثلاث ارقام اكس واي واي وزد. بص معايا كده اكس واي وزد. لو انا رحت عند الاوتلت زي ما انتم شايفين الاليفيشن بتاع الارض هنا في حدود حوالي 1420. لو اتحرك بقى فوق وتحت او يمين وشمال هتبص تلاقي ايه الارقام ايه بتزيد، بتوصل ل 1500 1600 وخلافه. طبعا لان اعلى او اوطى نقطه هنا هي نقطه ايه الوادي. جميل جدا. طيب لو انا بقى كنت عايز اعرف يعني البروفايل بتاع الحته دي شكله بيعمل ازاي، بعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هروح على الماب، شايفين ماب موديول رايح عليه كده، وتعالوا نرسم ايه فيتشر ارك. هنكريت فيتشر ارك عباره عن خط، الخط ده هنعتبره ان هو لونجيتيودنال سيكشن، هيدينا ايه البروفايل بتاع الارض في هذا المكان. شايفين هخليها تمشي عند الايه الاوتلت اهي ماشي. فانا عملت دلوقتي هنا ايه فيتشر ارك، وبعدين هعمل ايه بقى، هختار الفيتشر ارك ده، فبدوس على الايقونه دي عشان اسلكت اختار الفيتشر ارك اللي انا لسه عامله، واعمل كليك عليه كده اخترته. لو عملت رايت كليك بقى اروح رايح على اديت ديجيتال اليفيشن موديل اليفيشن، هتبص تلاقي هنا ظهر عندك مين، عندك البروفايل بتاع الديجيتال موديل، يعني القطاع الطولي للارض في هذه النقطه اللي بيمر عند الايه الاوتلت. طبعا واضح ان اوطى نقطه هنا هي نقطه الايه نقطه الاوتلت. جميل، تعالوا مع بعض بقى نشوف هنستفيد من اللونجيتودنال كروس سيكشن ده ازاي. تعالوا نروح على البرزنتيشن تاني بتاعتنا.
لو احنا بصينا كده هنلاقي ايه بقى؟ هنلاقي ان اقصى اليفيشن للسد ممكن اعمله لحد هنا كده. ليه؟ لان لو انا مثلا سديت الحتة دي كده، المايه ممكن تخرج من هنا من الناحية التانية، صح؟ فدي اقصى اليفيشن للسد لو انا مش عايز اسد الحتة دي. واضح اقصى اليفيشن للسد هنا الليفل بتاعه حوالي 1500 مش عارف ايه، و30 ولا 1520 تقريبا، او 1540 قصدي. وهنا احنا عارفين ان النقطه دي الليفل بتاعها لو انتوا فاكرينه كان 1420، يعني بتتكلم هنا في حدود حوالي 120 متر. يعني معناها لو انت كنت مش عايز تعمل سد دام او تسد الحته دي، انت ممكن تعمل سد الرينج بتاعه يتراوح من صفر لحد ارتفاع كام؟ 120. انما لو انت كنت عايز تعمل سد او اعمق من كده، فانت بالتالي ايه محتاج ان انت هنا تنشئ ايه؟ سد الدام. سد الدام يعني تغطي، يعني السد صغير تاني بس جانبي بعيد عن السد الاصلي، علشان ايه؟ تمنع تسرب الميه من الجوانب. وفي الحاله دي ممكن بقى انت توصل لايه؟ لاقصى من 120 متر، ممكن توصل ل 200 متر واعلى من كده كمان، واخدين بالكم؟ واعلى من كده كمان. طب بس كل ما تعلو بقى احتمال تضطر بقى في اماكن تانية تعمل ايه؟ تنشئ الايه؟ السادل دامز ده. فلازم تكسبلور كويس الايه؟ الارض. جميل. فبالتالي احنا مبدئيا كده عرفنا ان احنا عندنا الهايت الرينج بتاعه يتراوح من 0 ل 120 لو انا ما كنتش عايز اعمل ايه؟ السادل دام. يعني ده الرينج كويس. تعالوا نكسبلور بقى فيرزر. طيب هنعمل ايه؟ الخطوة اللي بعد كده هنبدأ بقى ايه؟ نشوف المساحة المغمورة نتيجة لارتفاعات بتاعة السد اللي أنا هاخدها دي. يعني عايز أعرف لكل سد، لو أنا مثلا خليت ارتفاع السد 20 متر المساحة المغمورة هتبقى قد إيه؟ لو خليته 30 متر المساحة المغمورة هتبقى قد إيه؟ وهكذا. ده اللي أنا قصدي بيه بهذا الجزء. جميل؟ طيب وإيه كمان عايز أعرفه؟ عايز أعرف كمان مع كل ارتفاع للسد اللي أنا ممكن أعمله عرض السد هيكون كام؟ لأن العرض ده مهم جدا بالنسبة لي. ليه؟ لأن هو ده اللي هنشيله مثلا الخرسانة، أو هنشيله من البيدروك، او هنشئه وات ايفر من الجابيونز، وات ايفر من الماتيريال اللي انا هعمل بيها ايه السد بتاعي. فبالتالي ده هيكلفني، فلازم اكون عارف الويتس قد ايه. كل ما الويتس طبعا بيزيد بتاع السد، كل ما معناها ايه؟ كل ما معناها التكلفه بتاعت انشاء هذا السد هتكون ايه؟ هتكون اكبر. واضح؟ جميل. طيب ازاي هنجاوب على السؤالين دول؟ ازاي اعرف المساحه المغموره بتاعت السد قد ايه؟ ازاي اعرف العرض بتاع السد او الويتس بتاع السد ده هيكون ازاي؟ ازاي اعمل الكلام ده باستخدام ال WMS؟ تعالوا مع بعض كده نروح بقى على ايه؟ ال WMS تاني. اهو نروح على ال WMS. جميل. الاول بس هشيل الجزء ده. ازاي اشيل بقى الجزء ده؟ كل اللي انت تعمله اقف على الفيتشر ارك ده واعمله ديليت بس. جميل. عايزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنروح على الهيدرولوجيكال. لا، قبل ما نروح على الهيدرولوجيكال موديل، هنروح نعمل ايه؟ هنروح على كونتور اوبشنز. تعالوا مع بعض كده نروح على كونتور اوبشنز. جميل. وبعدين انا عايز اعمل، قبل ما اعمل القصه دي اعمل زوم. تعالوا نعمل زوم الاول عند المخرج الوال ده. نعمل زوم كده اهي عشان تبان ايه الدنيا. ادي عملنا زوم. وبعدين هنعمل ايه بقى؟ تعالوا نروح عاملين على الكونتور اوبشنز، نعمل حاجه ظريفه قوي. انا عرفت ان قاع الاوتلت هنا عند 1420، فانا هعمل ايه؟ اللي انت شايفه هنا بقى لما رحت للكونتور اوبشنز، هنا شايف المينيمم اليفيشن للدم والماكسيمم اليفيشن للدم، لكل الدم مش عند منطقه بس السد. فانا هعمل ايه؟ انا هروح عند سبيسيفايد رينج واقول له ايه بقى؟ انا عايز اعمل مينيمم اليفيشن للسبيسيفايد رينج ده 1420، صح؟ لان عارفين هنا البيد ليفل هنا كام؟ 1420. والماكسيمم اليفيشن مثلا لو انا كنت عايز اعمل بقى اشوف ايه هي المنطقه اللي هتغرق لسد ارتفاعه 80 متر. لو انا عندي سد ارتفاعه 80 متر، يبقى لو كان القاع 1420 يبقى ارتفاع الكريست بتاع السد كام؟ يبقى 1420 زائد 80 يبقى 1500. انا حطيت هنا 1500. جميل. طب واعمل ايه بقى؟ هقول له بقى الليفل الاقل من 1420 اعمل له فيل، والاقصى من 1500 اعمل له فيل. فبالتالي بقى هنعمل ايه؟ هنغير الليفل بتاع الكونتور ميثود، هنخليه كونتور فيل. بصوا هنعمل ايه؟
وادخل على كولر ماب او كولر لامب، واروح على حاجه اسمها انتنسيتي لامب، واختار الايه اللون الايه الازرق. شايفين اللون الازرق ده؟ ليكن ده كده، اختار اللون ده. اخترت اللون ده. ايه تاني هنروح؟ ايه هنروح رايحين على ده الاول، هروح رايح كده تاني عشان ساعات هو بيعلق. اخترت الانتنسي رام، اخترت اللون الازرق، واحاول اخلي ايه، انا مش عايز اخلي اقصى حاجة تبقى ازرق واقل حاجة تبقى ابيض. شايفين؟ اقصى حاجة ازرق واقل حاجة ابيض. انا بعمل ايه، بعمل ايه؟ لو المية عميقة اخليها باللون الازرق، لو مية ضحلة اخليها باللون ايه الابيض. يبقى لو عمق المية ضحل يبقى لون ابيض، لو عمق المية عميق يبقى لون ايه كحلي او ايه او ازرق. واروح اقول له اوكي. بص هيحصل ايه بقى بعد ما انا اعمل هذا الكلام. عرفتوا بقى؟ خدتوا بالكم معايا؟ اه. دلوقتي ظهرت مين؟ ظهرت المساحة المتوقع انها تغرق خلاص باللون اللي انتوا شايفينه ده. يعني كل المنطقة دي كده هي البحيرة بتاعت ايه السد. فلو انا حطيت سد هنا كده هي دي المنطقة هتغرق. ليه بقى؟ لان انا قلت قبل كده اي ليفلز اعلى من 1500 خليها بالابيض، واي ليفلز اوطى من 1420 خليها باللون الكحلي. فهمتوا؟ فبالتالي يبقى اللي ظهر لي بالنسبة لي دي هي هي ايه، هي البحيرة بتاعتي. خلاص يبقى انا عرفت دلوقتي، حددت الاكستنت بتاع البحيرة المتوقع انها ايه تغرق، المتوقع انها تغرق. طب دلوقتي اعمل ايه بقى؟ عايز اجيب الويتس بتاع الايه السد. اجيب الويتس خلاص، اقيسه بقى. روح دايس هنا ميجر تول خلاص، واشوف انا هعمل السد فين. هعمل سد هنا طبعا عند الاوتلت. خلاص يبقى انا هسد الحته دي كده. خلاص سد الحته دي، فاشوف بقى ايه من عند اول ما اللون هيتغير من الابيض لغيره. يبقى خد خط نقطه هنا لحد اللون هنا يتغير من ابيض لغيره. فاهمين؟ خد ايه نقطه خلاص. ايه اللي حصل هنا بقى؟ هنا بيقول لك اهو الديستنس حوالي 400 متر. واضح؟ واضح الكلام يعني؟ يبقى بالتالي احنا هنا جبنا ايه، جبنا الويتس، وفي نفس الوقت ايه جبنا الاكستنت بتاع البحيره دي. نقدر بقى نغير الكلام ده ايه لليفلز لارتفاعات سدود ايه مختلفه. تعالوا مع بعض كده نشوف دلوقتي انا عملت ايه. انا عملت الكلام ده كررته كذا مره بقى ايه، فعشان ما نضيعش الوقت نروح على البرزنتيشن على طول ونشوف احنا عملنا ايه. اهو انا عملت الكلام ده، كررته مع دام هايت 20 لقيت، وقست الويتس لقيته 161، وبعدين دام هايت 40 وقست الويتس لقيته 275. لاحظوا حاجه، ده مكان السد بتاعي. طبعا لو انا عملت السد هنا بقى ده خلاص مفيش بحيره هنا، هتبقى البحيره موجوده فقط ايه في الجزء ده. خلاص ده البحيره اللي هتحصل لو كان ارتفاع السد 40 متر والويتس قست الطول ده كده اللي هو عرض الايه السد، فلقيته 275 وهكذا بقى. 60 لقيته 372، 80 لقيته 400 وكسر 420، هنا 100 وهكذا. فعملت اكسبلوريشن بقى فاكرين لما احنا قلنا ان ارتفاع السد، قلنا هن اكسبلور الرينج اللي هو من 0 لحد 120، او ده اللي انا عملته. 20 متر، 40 متر، 60 متر، 80 متر، 100 متر، 120 متر. انا لحد دلوقتي مش عارف انهي هايت من السد اللي انا ناوي ايه استخدمه. وعشان تظهر الموضوع انا ايه خفيت الجزء ايه اللي هو في الداون ستريم من السد، لان هو ملوش معنى دلوقتي. يعني السد لما اعمله هنا خلاص يبقى المايه هتتحجز هنا والمايه هتخرج بعد كده دلوقتي مباشره، مش هيبقى في بحيره في الايه في الداون ستريم من ايه السد. يبقى ده الشكل، يبقى ده اسمه ايه بقى الريسيفوار اكستند بتاعتي. جميل جميل. بعد كده عايزين نعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا بقى. اه احنا هنا عرفنا نجيب معلومه ظريفه قوي، ايه هي؟ عند كل دام هايت عرفنا نجيب الدام ويتس. فبالتالي انا عملت ايه، رحت اخدت كل دام هايت وقدامه قدام ويتس بتاعه واخدتهم على اكسل ورسمت علاقه وعملت بيست فيت للعلاقه. فلقيت ايه الايكويشن دي. الايكويشن دي مهمه جدا لانها بتوصف ايه بقى العلاقه ما بين الدام هايت في المحور الراسي والايه الدام ويتس في المحور الافقي، او العكس. ممكن اقلب العلاقه دي اخلي الاكس واي والواي اكس. العلاقه دي بتبقى مهمه بعد كده في دراسات الاوبتمايزيشن بتاع السد عشان اعرف الارتفاع السد الاوبتيمم بالنسبه للايه للبروجكت ايه بتاعي. دي هنتكلم فيها ان شاء الله بعد كده. خلاص طيب. بعد كده عايزين نعمل بقى ايه. واحد يسال، اه احنا ده سؤال اللي انا جاوبت عليه من شويه، ليه احنا مهتمين
بعلاقة زي كده، لأنها مهمة بالنسبة لإيه؟ لدراسات الكوست أناليسيز، وبالنسبة لتحديد الأوبتيمم دام هايت للمشروع بتاعي. طيب إحنا كمان محتاجين بالإضافة، إحنا محتاجين كمان أو الخطوة اللي بعد كده، إن إحنا عايزين نجيب بقى العلاقة ما بين الووتر إليفيشن والستورج. الووتر إليفيشن والستورج، الووتر إليفيشن والستورج ساعات بنسميها إليفيشن ستورج إيه كيرف، أو الستورج إليفيشن كيرف. العلاقة دي مهمة جدا لعدة أسباب. رقم واحد، إنها هتفيدني في عمل الريسيفوار راوتنج. لو أنتوا فاكرين، لو أنا أنشأت السد، أدي البحيرة بتاعة السد، والمية وهي جاية كده جاية من الإنلت، ده الهيدروجراف اللي داخل. اما اجي اصمم السد بقى، اصمم السد ده على الهيدروجراف اللي داخل ولا الهيدروجراف اللي واصل للسد؟ لازم اصمم السد على الهيدروجراف اللي واصل للسد. طب ازاي اجيب الهيدروجراف اللي واصل للسد؟ ده بسميه الاوتلت هيدروجراف. عشان اجيب الهيدروجراف اللي واصل للسد اللي هو الاوتلت هيدروجراف، بعمل حاجه اسمها ريسيرفوار راوتنج. يعني ببدا بالانلت هيدروجراف ده عند المدخل، واستنتج منه الاوتلت هيدروجراف. عشان اعمل العمليه دي محتاج يكون عندي حاجه اسمها الستورج اليفيشن كيرف. الستورج اليفيشن كيرف، وده اللي احنا عايزين نجيبه دلوقتي. ازاي اجيب بقى الستورج ايه اليفيشن كيرف؟ عشان اجيب الستورج اليفيشن كيرف، بدايه انا لازم اوضحه اكتر. وبعد كده اقول هو عباره عن علاقه المحور الافقي فيها هو الفوليوم بتاع السد، بتاع المايه الموجوده في السد، مع ايه ارتفاع الايه السد، او بلاش نقول ارتفاع السد، ارتفاع الميه جوه ايه السد. فكل ما الميه يزيد ارتفاعها، كل ما طبعا الفوليوم المحجوز في السد ايه بيكون ايه بيكون انا عايز اجيب العلاقه دي. ازاي اجيب العلاقه دي عند السد بتاعي؟ خلينا عشان نعمل الكلام ده، خلينا نروح نشوف بقى دبليو ام اس هنجيبها بيه ازاي. تعالوا نروح لدبليو ام اس تاني بقى نشوف هنعمل ايه. طيب عشان اجيب علاقه الاليفيشن ستورج كيرف دي، فمحتاج اروح على الهيدرولوجيكال موديول. اروح رايح على الهيدرولوجيكال موديول، ادي ده الهيدرولوجيكال موديول، جميل. واروح رايح على ايه الاوتلت، خلاص، واختار الاوتلت بتاعي اللي انا عايز ارسم عنده العلاقه دي، جميل. وبعدين اعمل ايه بقى؟ اروح يا سيدي اقول كالكيليتور، خلاص. واول حاجه مهمه جدا جدا، اروح على هيدروليك تول بوكس يونتس، واتاكد انها اس اي سيستم. واضح انها مش اس اي سيستم، خلاص اختار الاس اي سيستم. وبعدين اروح رايح تاني واتاكد تاني انها اس اي سيستم، لان ساعات ما بكون اخترت غلط. ماشي، اتاكد. اروح رايح بعد كده للديتنشن بيزن. احنا عرفنا قبل كده الديتنشن بيزن يعني بيزن بيحجز. الديتنشن بيزن قد يكون مقصود بيه بوند، مقصود بيه ليك، مقصود بيه ريسيفوار، هنا خزان، احنا شغالين في خزان، فهو ديتنشن بيزن. نختار ديتنشن بيزن. وبعدين في عندي حاجه اسمها ديفاين، هنا اختار كلمه ديفاين. بيقول لي ديفاين، ديفاين ايه بقى؟ بيقول لي ديفاين الستورج كاباسيتي انبوت، اهي هي دي اللي احنا عايزينها. طب هيرسمها منين؟ هيرسمها باستخدام الدم، يوز الدم، مش هغير حاجه هنا. طيب بيقول لي عايز ارسمها بقى لانهي ارتفاع. احنا عارفين ان عمق القاع عند الاوتلت 1420 وكسر، جميل. طب هرسمها لحد ارتفاع ايه؟ هنا هتحط الارتفاع اللي انت عايزه بقى. انت السد انت عايزه ارتفاعه كام؟ احنا قلنا ارتفاعه، احنا هنشتغل مثلا على 80 متر في المسألة بتاعتنا دي، فنقول 80 متر يعني 1000 هنا وكام؟ 500 زي ما احنا قلنا. يبقى انا عايزه يرسم لي الستورج اليفيشن كيرف لحد ارتفاع من 0 ل 80 متر، يعني من الاليفيشن 1420 للاليفيشن 1000 وايه 500. طيب وهيستخدم في الكيرف ده عشان يرسمه كام نقطة؟ هنا الديفولت 20 نقطة، بس 20 نقطة وانا قلت ارتفاع السد 80 متر، يعني معناها نقطة كل 4 متر. ده الريزولوشن هنا يبقى كورس شوية. خلينا نعملها نقطة كل مثلا متر ولا حاجة، فأنا أعملها إيه؟ 80 إيه نقطة. ماشي كده، نعمل 80 نقطة أو خليها 81 نقطة، خلاص. موضوع الشجرتين اللي قلت لكم إيه قبل كده. طيب أنت بقى إيه دوست كده، هستنى شوية عقبال لما إيه الاستاذ ده يخلص ويطلع لك الايه الكيرف. ماشي اهو، خلص وطلع لك هذا الايه الكيرف الظريف. الكيرف الظريف ده عباره عن ايه بقى؟ لو انت بص رحت بلوت كده اهو، هو عباره عن ستورج في المحور الافقي والايه والاليفيشن في المحور ايه الراسي.
جميل أوي. فأنت حضرتك تروح تعمل إيه بقى؟ تروح واخد هذا الكيرف، خلاص تاخد الكيرف ده وتتعلم عليه بقى، تك 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 تعلم عليه كله، ها، وتقول له رايت كليك وكوبي، وحضرتك تروح رايح بقى عمل له بيست فين؟ على اكسل، وترسم بقى زي ما انت ايه عايز. خلاص، فخلونا بقى ايه نقفل الاستاذ ده كده ونشوف احنا هنكمل ازاي. نكنسل دي، خلاص نشوف هنكمل ازاي. نروح على البرزنتيشن بتاعتنا، ادي ده الاستورج ايه الاليفيشن كيرف اللي احنا وصلنا. جميل. الخطوه اللي بعد كده عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نجيب الاريا اليفيشن كيرف. لاحظوا حاجه، انا قلت ليه قلت ستورج اليفيشن كيرف؟ ستورج يعني المحور الافقي، ستورج اللي هو فوليوم، واليفيشن المحور الراسي، ووتر سيرفيس اليفيشن، عشان كده سميناها ستورج اليفيشن كيرف. جميل. احنا عايزين نعمل بقى الخطوه اللي بعد كده، نجيب الاريا اليفيشن كيرف. يعني ايه الاريا؟ مساحه البحيره وتغير مساحه البحيره مع ايه؟ مع عمق الميه في الايه؟ في الريسيرفوار. دي مهمه جدا ان احنا نجيبها برضه. طب مهمه ليه ان احنا نجيب الاريا اليفيشن كيرف؟ مهمه لانها هتفيدني في حسابات الايفابوريشن لوسز، لو احنا نعمل ماس بالانس، هنضطر نعمل ماس بالانس فعلا بعد كده. مهمه علشان اقدر اعرف المساحه المغموره بالميه قد ايه. اذا انت عندك احتمال يكون في نزع ملكيه، في ناس املاكها ممكن تغرق، عايز تعرف السد ده ما ينشا في هذا المكان هيغرق انهي اراضي بالظبط، فبالتالي هتضطر تعمل تعويض للناس دي وهكذا، فبالتالي لازم تعرف المساحه قد ايه. فبالتالي الاريا اليفيشن كيرف ده مهم ان احنا نجيبه. طب هنجيبه ازاي بقى؟ احنا جبنا الفوليوم اليفيشن كيرف او الاستورج اليفيشن كيرف، من الاستورج اليفيشن كيرف هنجيب الاريا اليفيشن كيرف. طب ازاي هنعمل هذا الكلام؟ هنعمل هذا الكلام بقى عن طريق ايه؟ عن طريق اكسل. فتعالوا بقى مع بعض المره دي، هنروح مش ل دبليو ام اس بقى، هنروح لاكسل. تعالوا نروح لاكسل، ادي اكسل يا باشا، خطوه خطوه كده. اول خطوه هنعمل ايه؟ فاكرين الاستورج اليفيشن كيرف اللي احنا جبناه؟ هناخد البيانات بتاعته ونعمل لها كوبي، نعمل كوبي ونعمل لها بيست هنا. ادي الوتر سيرفيس اليفيشن والايه والفوليوم المناظر ليه بتاع ده، اسمه الستورج اليفيشن كيرف. جميل. دي اول خطوه. الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه بقى؟ الخطوه اللي بعدها هنحدد الووتر ديبس لكل ووتر سيرفيس اليفيشن. طب ووتر سيرفيس اليفيشن ده اليفيشن ليفل منسوب، يعني مش عمق ميه، انا عايز اجيب عمق الميه. عمق الميه يعني واي، الواي. فازاي اجيب الواي؟ عند الليفل هو 1420.49، ده ايه ده؟ ده عمق الارض. جميل. يبقى عمق الميه فيه كام؟ صفر. طيب طب عند ليفل ووتر ليفل 1422 يعني عمق الميه كام؟ هعمل ايه؟ هطرح دي من دي واحط هنا، يبقى الرقم ده جه منين؟ جه من الليفل ده ناقص الليفل ده، خلاص. وبعدين دراج بقى، يبقى انا عرفت اجيب دلوقتي الووتر ديبس فين؟ في البحيره. الووتر ديبس في البحيره. جميل. وهجيب حاجه اسمها الانكريمنت في الايه للدبس. انكريمنت يعني الزياده بتاعه الدبس. يعني ايه؟ ما اتحركت من هنا لهنا زياده للدبس قد ايه؟ اتحركت من هنا لهنا زياده الدبس قد ايه؟ دي بنسميها الدلتا واي. فاجيب الرقم ده منين؟ الرقم ده هو عباره عن ايه؟ يعني القيمه الجديده ناقص القيمه القديمه، خلاص، التغير الحادث في الايه الووتر دبس عند كل اليفيشن معين. فاجيب الدلتا واي دي هتفيدني بعد كده في الايه في الحسابات بتاعتي. فدي الخطوه رقم 2. خطوه رقم 3، هنجيب حاجة اسمها اللي تشينج في الفوليوم. اللي تشينج في الفوليوم ازاي بقى؟ بص معايا، عند الووتر ديبس صفر الفوليوم كان صفر، ووتر ديبس 2.04 الفوليوم كان كذا. الله، يبقى من الدبس ده للدبس ده الفوليوم اتغير قد ايه؟ اتغير من صفر للرقم ده. فبص بقى، فانا بكتب هنا الدلتا فوليوم، التغير الحادث في الفوليوم بيساوي الفوليوم الجديد ناقص الفوليوم القديم، وهكذا. الفوليوم الجديد ناقص الفوليوم القديم، واعمل دراج. خلاص، يبقى بص الرقم ده ده منين؟ ده من الفوليوم الجديد ناقص الفوليوم القديم، الفوليوم الكبير ناقص الفوليوم الصغير. خلاص، فجبت كده دلتا فوليوم. جميل. يبقى دي الخطوة رقم 3. خطوة رقم 4 هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الدلتا ال. احنا معروف الفوليوم لو قسمته على الارتفاع هتجيب الاريا، صح؟ فوليوم على الدبس يساوي الاريا. جميل. ده اللي انا هعمله بقى. يبقى الدلتا اريا بيساوي ايه؟ بيساوي الدلتا فوليوم على الدلتا واي.
لاحظتوا حاجة؟ خلاص، يبقى الرقم ده جه منين؟ جه من قيمة الدلتا فوليوم على قيمة الدلتا واي. الله، يبقى عملت دراج، يبقى انا جبت كده دلوقتي الدلتا فوليوم عند كل ووتر اليفيشن، دلتا فوليوم عند كل ووتر اليفيشن. جميل. الخطوة اللي بعد كده اعمل ايه بقى؟ هجيب الاريا عند كل ووتر اليفيشن. ازاي بقى؟ لو انا فرضت ان الاريا عند الووتر ديبس الاولاني صفر، خلاص ده فرض يعني مقبول دلوقتي، يعني مش مشكلة يعني، خلاص. فالوقت تقدر تجيب لي الاريا عند الووتر ديبس التاني؟ اقدر اجيبها طبعا. ليه؟ لان انا الرقم ده بيقول ايه؟ التغير الحادث في الاريا بين الووتر ديبس ده وده، صح؟ جميل. طب اذا كانت الاريا عند الووتر ديبس صفر صفر، يبقى اكيد الاريا عند الووتر ديبس 2.04 هتكون كام؟ هتكون ده، صح كده؟ يبقى تاني الووت الاريا هنا بيساوي ايه؟ بيساوي الاريا القديمة زائد التغير الحادث في الاريا. اهو، يبقى الاريا اللي موجودة هنا بيساوي ايه؟ بيساوي الاريا القديمة زائد التغير الحادث في الاريا. خلاص، هعمل الكلام ده واعمل دراج. والله يبقى انا عرفت اجيب الاريا عند كل ووتر اليفيشن وعند كل ووتر ديبس. جميل. الاخر حاجة بقى، اخر خطوة هنرسم بقى. هنرسم بقى ايه؟ الاريا اليفيشن كيرف. هو ده الكيرف اللي انا كنت عايز اجيبه، الاريا ده، ادي الاريا فيرسس الاليفيشن كيرف. طب جبته ازاي؟ رسمت علاقه بين مين ومين؟ بين الاريا بين الووتر سيرفيس اليفيشن. بس خد بالكم، الاريا حطها في المحور الافقي والووتر سيرفيس اليفيشن حطها في المحور الراسي. طب واحد يقول لي طب ليه انت بتحط الووتر سيرفيس اليفيشن في المحور الراسي؟ لان عاده بنقيس الووتر سيرفيس اليفيشن في اتجاه الراس، فعشان كده بنحطها في اتجاه الراس. في بعض الأحيان لتسهيل الحسابات بنعكس القصة دي، بمعنى إيه؟ نحط الأريا في المحور الرأسي والووتر سيرفيس اليفيشن في المحور الأفقي، وده اللي أنا عملته هنا، ورسمت علاقة بيست فيت بين الأريا والإيه؟ والإليفيشن، ودي العلاقة زي ما أنتم شايفين. دي هتفيدنا بعد كده زي ما إحنا قلنا في عمل الووتر بالانس وعمل الأوبتمايزيشن، هنتكلم في الكلام ده في الإيه؟ في فيديو كليبس تالية إن شاء الله، خلاص؟ طب نرجع بقى نروح على مين؟ على البرزنتيشن بتاعتنا. نكمل الخطوه الاخيره بقى، انيشيالي جيس للهايت بتاع الدام. عايزين ندي كده، طيب بعد ما انا عملت بقى اكسبلورنج للدام هايت، لو كان على صفر وعلى 20 وعلى 40 و60 و80 و100 و120، طب انهي هايت للدام تقريبا انا ناوي اشتغل عليه؟ عايز اعمل حاجه اسمها انيشيال جيس. طب نعمل انيشيال جيسنج ازاي؟ بالمعلومات اللي موجوده عندنا. المعلومات الموجودة عندنا ايه؟ دي غلطة هنا، انا قلت ان الانيوال افريج انيوال رين فول كان 200 مللي، 200 مللي مش 80، 200 مللي، وبيأثر على ايه؟ على الاريا دي. جميل. طب تعال نشوف بقى ازاي هجيب الانيشال جيس للايه؟ الهايت بتاع الدام بتاعي. قلنا البريسبتيشن بكام؟ 200 مللي. طب والاريا بتاع الكاتشمنت كام؟ 24، حوالي 24 كيلومتر مربع. طيب يبقى لو انا ضربت الدبس بتاع المطر ده، اللي هو ده متوسط المطر الساقط على مجموع او على كل البيزن بتاعي ده بالملي، اروح ضربها في ال 24، خد بالكم ايه؟ كيلومتر مربع، بس خد بالكم من الوحدات. يبقى 24 دي اروح ضربها في 10 اس 6 عشان احولها لمتر مربع، بعد كده اروح ضربها في ال 200 واقسم على 1000 عشان احولها بالمتر، يطلع لي الرقم ده. الرقم ده بيقول ايه؟ ده بيقول لي حوالي 4.8 وقدامها 5.24 5 اصفار. طيب ده بالمتر مكعب، ده اسمه ايه بقى؟ الانيوال رين فول فوليوم، يعني كميه المطر كحجم اللي ساقطه على البيزن ده في السنه المتوسط. جميل جميل. لو عايزين نحولها بالمليون متر مكعب عشان الرقم يبقى سهل علينا، هنقسم الرقم ده على كام؟ على 10 اس 6. فده اسمه ايه بقى؟ عندي انيوال رين فول فوليوم بتسقط على البيزن ده قيمتها قدرها 4.8 مليون كيوبيك متر. خلاص. هل المطر ده كله هيجي لك عند الاوتلت؟ لا طبعا، في لوسز وفي ايفابوريشن في وات ايفر. جميل. فلو انا فرضت ده فرض مبدئي بس عشان اجيب انيشال جيس، لو انا فرضت ان متوقع اللوسز هتكون في حدود 60% وان قيمه الميه اللي هتجي لي على الاوتلت في حدود 40%، دي بنسميها الفوليومتريك ران اوف كوفيشن 0.4. لو انا فرضت ان الفوليومتريك ران اوف كوفيشن 0.4، فبالتالي لو ضربت 0.4 دي في مين؟ في ال 4.8، هيديني مين بقى؟ الانيوال ران اوف فوليوم، يعني كميه الميه هتجيلك عند المخرج كران اوف. ففي الحاله دي هتبقى بدل ما تكون 4.8 مليون كيوبيك متر، هتبقى كام؟ 1.82
مليون كيلو. كمية المية دي بقى هي اللي انت حضرتك عايز ايه تخزنها. يعني كأنك بتقول انا المفروض ان الخزان بتاع السد بتاعي يتسع بحيث ان هو يستطيع ان هو يستوعب كمية المطر التي تسقط على هذا البيزن في السنة. واضح؟ يبقى انا عندي الفوليوم، اقدر اجيب الدبس، او اسف اقدر اجيب الهايت بتاع السد. ما هو ده، دي ميزة بقى الاستورج اليفيشن كيرف. مش احنا عملنا جبنا ستورج اليفيشن كيرف؟ ادخل بقى من المحور الافقي، ادخل على ال 1.92، ال 1.92، واطلع كده اجيب مين الاليفيشن بتاع الميه. يبقى ده اقصى اليفيشن متوقع عشان ايه يخزن هذا الحجم من المياه. طلع كام هنا؟ طلع حوالي في حدود 1457، والقاع كان كام عندي لو انتوا فاكرين؟ تقريبا 1420. نطرح الاثنين من بعض، ده معناه ان انا عندي انيشال دام هايت قدره 37 متر. انيشال هايت دام قدره 37 متر. يبقى نركز تاني كده، لو انتوا فاكرين عملت اكسبلورنج من زيرو لحد 120، ولقيت ان لو انا عملت سد ارتفاعه 37، الارتفاع ده يكفي ان هو يخزن لي كمية المطر المتوسطة السنوية التي تسقط على هذا البيزن. واضح الكلام؟ طيب لازم ناخد بالنا في الاعتبار الآتي. أول حاجة إن إيه، إن ال 37 متر اللي إحنا وصلنا لها دي هي إيه؟ مجرد انيشال جيس، ودي تعبر عن الارتفاع الأدنى للسد عشان يستطيع إن هو يخزن كمية المية المتوسطة السنوية التي تسقط على هذا البيت. واضح؟ طب الله، طب هل هو ده الارتفاع اللي إحنا هننفذه؟ الإجابة لأ، ده إحنا عشان نحدد ارتفاع السد اللي يناسب الشغل بتاعي محتاجين ان احنا نعمل حاجه اسمها ريلايبيليتي اناليسيس. ريلايبيليتي اناليسيس ده موضوع كبير شويه، هنضطر ان احنا نتكلم عنه في بعض الفيديوز السابقه التاليه ان شاء الله. شكرا.